بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي، قصتنا اليوم عن الدولار ثمن معجزة، الفتاة والدولار المعجزة. تيجي نشوف الحكاية من البداية للنهاية. عائلة فقيرة مؤلفة من أم وأب وولد وبنت صغيرين. فجأة مرض الصبي الصغير مرض شديد جدا. بعض الفحوص والتحاليل الطبية تبين أنه يعاني من ورم في راسه. اتكلم الأب مع الطبيب المعالج وعرج على البيت ليخبر أمه أن ابنها بحالة حرجة ولا بد من إجراء عملية جراحية شديدة التكاليف، وأن الصغير لن ينجو دون معجزة. في ذلك الوقت كانت البنت الصغيرة تستمع إلى حديث والدها، فأسرعت إلى غرفتها وفتحت حصالتها لتجد فيها دولاراً واحداً. فأخذت الدولار وتوجهت إلى أقرب صيدلية ووقفت تنتظر أن يفرغ الصيدلي من الحديث مع الزبائن. ولما طال الحديث بينهما وضعت الطفلة الدولار على الطاولة بغضب وقالت للصيدلي: أعطني معجزة. قال لها الصيدلي: ألا ترين أني مشغول بالحديث مع أخي الذي لم أره منذ سنين؟ ثم قال: ومن قال لك أنني أبيع المعجزات؟ عندها قال لها شقيق الصيدلي باهتمام: حدثيني يا ابنتي عن المعجزة التي تريديها. فقالت له ببراءة: لا أعرف. قال أبي لأمي: إن أخي يحتاج إلى معجزة كي لا يموت، فهل يكفي هذا الدولار؟ قال لها بابتسامة بصوت دافئ: دولاراً واحداً هو ثمن المعجزة، ولكن إيه رأيك؟ أريد أن أرى أخاك أولاً. كان هذا الرجل هو جراح أعصاب مشهور، فذهب إلى البيت بيت البنت وقابل أبويها ورجع الفحوص المخبرية والتحاليل، ثم قال لهم: أنا سأجري لكم العملية في مستشفتي. وبالفعل قام الطبيب بإجراء عملية ناجحة للصبي، ولم يتقاضى أكثر من الدولار الذي أعطته إياه البنت. ثم علق على الدولار وعلقه في إطار على أحد جدران عيادته وكتب تحته: هذا الدولار ثمن معجزة. أحبتي، هل عرفتم السبب من هذه القصة؟ هو إحساسنا بالآخرين ومساعدتنا هو أهم شيء يميزنا كبشر. لا تجعل إحساسك بالآخرين كالشمعة تضيء لنفسك بس، لا، ولكن اجعلها تضيء للآخرين. من يعرف أن يعمل حسناً ولا يفعل فتلك خطيئة له. كن كالشمس تضيء للعالم كله.